طبعا مع هالمشاهد من اليرزي رح نستكمل اكيد تخطيطنا المباشره من وزاره الدفاع، وانما رح نرجع كمان لاستوديو لحتى استقبل ضيفي الاستاذ فادي نحاس رئيس جوئيه مارليس المخلصيه المبدع والمايسترو، فعلا اللي لمع اسمه في ارجاء زحله والبقاع ولبنان لقيادته الحكيمه والسليمه والمبدعه لجوئيه مارليس المخلصيه بمهرجانات اكيد دارت بكل المناطق اللبنانيه وحتى خارج لبنان. انا بيسعدني بشرفني اني رحب باستوديو بالاستاذ فادي نحاس، اهلا وسهلا فيك في تيلي لوميير. صباح الخير واهلا وسهلا فيك ميرسي وبكل المشاهدين اللي عم يحضرونا. طبعا انا بدي اعيدك اليوم عشيه عيد الاستقلال، هيدا العيد الوطني الكبير اللي نحن فعلا هيك بنوجه تحيه الى الجيش اللبناني من خلاله، الى الشهداء اللي وقعوا نتيجه معارك او من خلال الدفاع عن الوطن. عم شوف هالمشاهد من اليرزي كمان، واليوم رؤساء ثلاثه رح يكونوا موجودين سوا حتى يقدموا اكاليل من الزهر على نصب التذكاري، هيك تعبيرا وتحيه الى الجندي المجهول اللي سقط في الحروب. طبعا اليوم من خلال الفن اللي بتعيشه، كيف تجمع بين استقلال لبنان وايضا الحياه الفنيه؟ مدام كريستين، هو الاستقلال، المحافظه على الاستقلال هو يلي نحن لازم دائما نشتغل عليه، لانه هو المحافظه على الاستقلال اصعب من الاستقلال بحد ذاته، يعني بدنا نضل كل يوم عايشين بحلم الاستقلال وبكيف بدنا نضل محافظين عليه، كل واحد من خلال الدومين تبعه، يعني ان كان بالسلطه، السياسيين كمان نوع من التضحيه فيما بينهم لحتى يسيسروا امور البلاد والعالم بطريقه اكثر. ان كان كل واحد بدومين شغله، نحن على صعيد الجوقه بزحله يعني دائما عندنا فقرات وطنيه بكل ايام السنه، وبنحاول يعني الاغاني الوطنيه دائما نغنيها ونخلي هالعالم تتفاعل معها لحتى اذا بدك يعني الحس الوطني عند العالم نخليه يكبر اكثر واكثر. وكل واحد من خلال مسؤوليته يعني بيقدر يحافظ على الاستقلال. يعني بس تطلع الجوقة باغاني الوطنيه كيف الناس بتتفاعل معها فعلا، هيدا العنفوان اللي بيطلع يعني عند هو الناس. موجود عند العالم هذا العنفوان، بدك توعي. صح يعني بدك تشددي عليه اكثر لحتى يطلع لبرا العالم. يعني بكل حفلاتنا اللي بنعملها الاغاني الوطنيه هي بتلاقي صدى. صحيح. الصدى الاكبر حتى يعني بنشوف من خلال الفرق الموسيقيه التابعه لقوى الامن، يعني كان الجيش وقوى امن الداخلي وغيرها، بتشوف انه في اغاني وطنيه برزت. صح. وهن كمان بدقوها خلال احتفالاتهم ومناسباتهم، وهيدي شغله كمان بتعزز هذا الموضوع. اكيد، ونحن عندنا ارث كثير كبير، يعني تركين ليال كبار من موسيقى وطنيه ومن اغاني وطنيه، وهيدا الشيء يعني على طول دائما بالمناسبات بيكونوا موجودين هالمعزوفات او هالاغاني، واللي ربينا عليها وحببتنا بالوطن اكثر واكثر وعلقتنا فيه من خلال هالكلمه او هاللحن. صحيح. اليوم اذا بدنا نحكي عن جوئه مارليس المخلصيه، امتى تاسست وكيف بلشت فادي بهذا الحلم انك تاسس جوئه، وهل فعلا انت كان عندك يعني استعداد موسيقي قبل، مخزون قدرت تنطلق فيه؟ مدام كريستين، نحن بال 2002 بلشت الفكره. نعم. بلشت الفكره بطريقه عفويه، يمكن مثل كثير افكار الواحد بتراوده وبيحاول يعني يبلش خطوه هال 1000 ميل باول ميل. وبلشنا للصراحة ما كان ولا يوم بالبال وبالحسبان حتى بالمخيلة إذا بدك وبالحلم أنه نحن نكون وصلنا لهالمطرح يلي الحمد لله نحن فيه. طبعا يعني صرنا نحلم أكثر، وطبعا يعني بنتمنى أنه بعد نصير مثل ما الله أكيد كتب لنا، ولكن يعني ما كان في شيء هالقد مخطط. بلشنا بطريقة عفوية جوئة كنيسة بال 2002، وبلشت هالجوئة تكبر وتكبر وهالأعضاء وهالمحبين يلتزموا، بلشنا نتحمس أكثر ونحس أنه صار في واجبات لازم نعملها والتزام، وهيك صار، وصار نشاط ورا نشاط والعالم ومحبة العالم، هيدي شغلة كثير مهمة، ويعني إذا بدك الله هو سيسرنا بكل هالفترة. لا أنا يعني فعلا بشعر في وفاء عند الجمهور، يعني بيلحقوكم ما كان. صح. يعني هاي قليل ما بتصير، يعني عادة انه طب ما خلص ما شفنا، لا بيلحقوكم من مطرح لمطرح، يعني هيدي اللي عم تحكي عنها. العالم كثير اوفياء لجوئة مارليس المخلصية، يعني بنوجه لهم تحية
والحمد لله يعني محبتهم كمان اللي عم بتخلينا دائما نطلع بافكار جديده لحتى نقدمها، ما نكرر حالنا. يعني نحن ب 16 سنه دائما بنلاقي من المناسبه ذاتها تجديد سنه عن سنه. نعم بنبتكر شغله. وكنت عم اقول لك انه نحن يعني مدينا ايدنا والله مشينا وهو اللي وصلنا يعني ب 16 سنه للمطرح يلي نحن فيه، والحمد لله. وان شاء الله بنضل يعني الشباب والصبايا كلهم يضلوا بهالهمه. انت بالاصل متخصص باداره لا انا عامل اختصاصين بغير دومين، انا عامل اوبتومتري بعلم العيون وعامل بزنس رجعت من بعد ما خلصت عملت. يمكن بوقتها ما كان هالقد هل في تلاميح للجوقه هالقد تكبر يعني وتستمر، والا كنا تخصصنا بالموسيقى، بنعرف اكيد موسيقى بس ما في شهاده موسيقيه يعني. جليل والله، قديش هالشغف اخذك لهونيك. صح يعني يمكن نحن بجوقه مارليس نموذج عن الشغف وعن قديش مع تقدم الوقت الخبره هي كمان بتوصل وكمان بتخليك تعطي شيء حلو وشيء مرتب وشيء بروفيسيونيل. وخليني الفت النظر كمان فادي لاقول انه فعلا كمان الجوقه خرجت هيك فنانين يعني عم بلشوا على درب الاحتراف، وقديش قدرت يمكن اسقلتهم بمحل من المحلات لحتى يوصلوا الى الهدف. قديش بتعطي وبتدفع كل هالاشخاص اللي عندهم صوت حلو انه يتمرنوا اكثر، انه يظهروا اكثر، انه فعلا يلتمسوا هذه الموهبه تيوصلوها لمطرح ثاني؟ يعني الجوقه هو مكان كثير مهم لحتى الصوت يتمرن ويتطور والشخص يقدر يختبر مواهبه ووزناته اللي الله عطيه هي. ونحن عندنا كذا كذا تجربه مثل ما تفضلتي وقلتي بموضوع الاصوات ويلي طلعت للعلن ويلي يعني عندنا هلا اكيد نحن انا وياك عم نتفرج على هيك مجريات الاحتفال في اليرزي. معالي وزير الدفاع وصل الى المكان الاحتفال، طبعا عم بكون في استقبالات ورح نسمع هيك شويه. كمان قائد الجيش جوزيف عون وصل بهذه الاثناء كمان الى وزاره الدفاع. طبعا عم نشوفه لقائد الجيش عم يلقي التحية إلى قادة الهجزة والضباط وكبار الضباط الموجودين في اليرزة. وعادة بروتوكوليا بتصير الشخصيات توصل ورا بعضها يعني، المفروض بعد وصول قائد الجيش كمان يوصلوا الرؤساء الثلاثة لبدء الاحتفال. طبعا كنا عم نحكي انه الجوقة هو المكان الانسب لشخص يتمرن يختبر المواهب، حتى كمان بصير في نوع من التزام كنسي روحي، وهذا كمان الواحد لازم يشدد عليه. يعني بنشوف هالشباب ما بقى عندها الالتزامات بشكل عام. صح، فكرمال هيك يعني نحن بمواقع المسؤوليه يعني لازم نضل متابعين مع يعني مثلا بحي الله مجتمع بنكون قاعدين فيه، لازم دغري اول ما بنشوف شباب وصبايا نحن نسالهم بهمكم تكونوا بالجوقه، بتحبوا تختبروا ذاتكم اكثر، لان يعني افضل كمان محل الواحد يربى فيه هو بكنف الكنيسه. يعني نحن هلا الجوقه بتضم عيد الميلاد حنطل للجمهور 50 شخص الله راد كبار، وعندنا 40 بجوقه الصغار. يعني اذا بدك تعتبري جوقه مارليس مخلصيه كبارا وصغارا بتضم 90 شخص ملتزم في كنف الكنيسه بخدمه الكنيسه بخدمه الله بخدمه الكلمه. هذا متفرغ تماما. انا ما كنت قصد هيك بس الشيء اللي وصلنا له هو اللي فرض يعني في 90 شخص انت بدك تكوني مسؤوله، ما عادش فيكي اذا بدك نوعا ما تكوني ما في التزام منك او صحيح.
لا هيدي شغلة كتير أساسية طبعا، إلى جانب رئيس دار مجلس الخلصية وكافة، وأنتم كمان برعاية سيدنا يوحنا المطران عصام يوحنا درويش، يعني هودي كمان كله بيساهم من أجل هيك استمرار أكيد الجو. أكيد نحن في كنا في الكنيسة طبعاً. ونحن يعني جوقة مسكونية، عندها بعد مسكوني، يعني عندها بعد بتأدي كل الطقوس المارونية البيزنطية السريانية. صحيح. اليوم عم نشوفكم كمان لمناسبة عيد الاستقلال 75 مع مجلس قضاء زحل الثقافة. صحيح. طبعا برعاية دولة الرئيس إلي الفرزلي موجه له التحية، وبمشاركة أيضا بمشاركة قيمة مثل عادتها بلدية زحل معلق وتعنيل. صحيح. وعلى رأسها الرئيس أسعد صغير. طبعا يعني هالثلاثي الماسي خلينا نقول ضمن اطار ال 75 عم نقدر نكون احتفال غير شكل، رح يكون الله راضي. يعني فعلا احتفال الاستقلال الرسمي بزحلي هو صحيح. خلينا نقول نهار الجمعه ب 23 تشرين الثاني الساعه 4:30 على مسرح الكليه الشرقيه. خبرنا شو اجواء الاحتفال رح تكون؟ الاحتفال هو استقلالي. نعم. بامتياز وطني. هلا قبل ما كمان نستكمل فادي، وزير الدفاع هلا وصل بعد قائد الجيش طبعا، ورح يوصل ويلقي التحيه الى الموجودين، الى قائد الجيش، الى الضباط. عم نسمع كمان الفرقه الموسيقيه للجيش التابعه للجيش كمان عم بدق، هو بسموه مراسيم معينه بينعملوا. طبعا خبرنا شو الاجواء طبعا الاحتفال. الاحتفال مثل ما كنت عم اقول لك وطني بامتياز استقلالي، بيتضمن عده كلمات كلها من واحد المناسبه، وحيكون موجود بالاحتفال موسيقى قوى الامن. نعم. وبمشاركة من أعضاء من جوقة مرلس المخلصية، هي الفرقة الهرمونية. صحيح. التابعة لقوى الأمن الداخلي. صحيح. صحيح. حتكون. نعم. موجودة، حتقدم من نص ساعة من الاحتفال، ربع ساعة معزوفات وطنية، وربع ساعة التانيين معزوفات. نعم. وأيضا إنشاد للأغاني الوطنية من قبل بعض أفراد الجوقة جوقة مرلس المخلصية، وفي كمان طلاب المدارس بدهم يلقوا قصايد من الشعر، وبالاخر في معرض رسوم كمان، يعني حفله جامعه اذا بدك. طبعا جامعه كل نحن بندعي كل المشاهدين يكونوا كتار خلال هذا الاحتفال نهار الجمعه الساعه 4:30 بالكليه الشرقيه. هلا اللي ما بيقدر يكون الجمعه في يكون السبت، في يكون السبت كمان. نحن السبت كمان عندنا نشاط مع الصليب الأحمر، شباب الصليب الأحمر الساعة 6 كمان على مسرح الكلية الشرقية، كمان الجوقة منوعات وطنية وأغاني وطنية بهاليومين جمعة وسبت. طبعا يعني زحلة حتكون عم تحتفل الاستقلال على طريقتها، وطبعا كل المدارس في زحلة عم تحيي ذكرى ال 75 لاستقلال لبنان من خلال احتفالات بالمدرسة، وحتى الجمعيات عم تقدر تشارك هذا الموضوع من خلال احتفالات فنية وغيرها. طبعا احنا وياك فادي رح نكون مستمرين بالنقل المباشر من اليرزي بعد وصول قائد الجيش ووصول وزير الدفاع. اكيد لازم يبلشوا يوصلوا الرؤساء الثلاثة لبدء الاحتفال ووضع اكاليل الزهر على النصب التذكاري. يعني الاستقلال يعني من خلال انت تعاطيك مع الشباب ومن خلال هيك الاغاني الوطنيه، كيف بتشوف بشوفوا باي عين الاستقلال؟ نحن بحاجه الى مواطنه حقيقيه، نحن بحاجه الى وطن، يعني فعلا كيف بينظروا الشباب الى الوطن؟ يعني الشباب نظرتهم للاستقلال مش كثير مثل ما مفروض تكون للصراحه، يمكن لانه شايفين وضع البلد بده بعد شتشدي اكثر وبده ينظر بامورهم اكثر. يعني طول ما هن الشباب حاسين حالهم انهم يعني مهددين بهالوطن، بحيالله تكي ممكن يسافروا، ممكن يهاجروا، يشتغلوا برا، ما حينظروا للاستقلال بطريقه مزبوطه. فكرمال هيك كنت عمول انا بالاول المحافظه على الاستقلال هو شغله كثير مهمه، وهي اكثر شيء بايد المسؤولين السياسيين يلي دايرين البلاد، يلي هن بايدهم يهتموا بالمواطنين، يهتموا بكل الجمعيات، يهتموا ب مش كافي نتغنى من خلال الاغاني. طبعا طبعا طبعا. والامجاد اللي يمكن عملوها لسبقونا، يعني نحن عم نغني الاستقلال افترضي يوم عيد الاستقلال، بس لازم كل ايام السنه تكون استقلال، ويكون سعي للمحافظه على هالاستقلال، يعني مش بس نهار.
بالسنة. صحيح، لازم يكون في ممارسة حقيقية أكيد، يعني لحتى هالمواطنين يحسوا بهالانتماء أكثر لبلدهم، لحكامهم، للمسؤولين السياسيين يعني. طبيعي. اليوم عشية عيد الاستقلال، يعني شو التمنيات؟ شو واحد شو بيقول؟ إنه هل نحن لازم فعلا نكون نحن كمان مشاركين أكثر في الحياة؟ طبعاً هي الشغلة بتبلش من كل واحد. في مسؤولية شخصية، أكيد يعني مش دائماً لازم نلقي اللوم على أكيد أكيد، كل واحد لازم يبلش من حاله، كيف بيفكر، كيف بيحكي، كيف بيتناول المواضيع الوطنية. صحيح. كيف يعني نخفف هالحدية بين بعضنا بحسب الاختلاف يعني بالرؤية السياسية. صحيح. يعني بالآخر في الوطن بده يجمعنا، والوطن إلنا يعني كلنا. مسؤولين عن طبعاً. بيئتنا، مسؤولين أكيد. عن حياتنا الاجتماعية، عن طريقنا. ونربي كمان الأجيال الجديدة يعني على الحس الوطني، وأنه لسبد ما يوما ما الوطن الحلم يصير واقع يلي عم نتغنى فيه بالأغاني، يعني بنتمنى أنه يصير واقع. صحيح صحيح. فعلا يعني التحضيرات هي بتاخذ كمان كثير من وقتكم. صح. فادي بعرف انا قديش بتكونوا عم تتمرنوا لفتره طويله. خبرنا كيف يعني، هل المتطوعين بالجوقه قادرين يعطوا كل هالوقت يعني؟ فعلا يعني تفضلتي وقلتي كلمه كثير مهمه، كلهم متطوعين، كلهم بيعطوا من اثمن شيء عندهم يلي هو وقتهم. فعلا الوقت هو اثمن شيء عند الانسان. فملتزمين ودائما نحن بنشاطات مستمره، وهالنشاطات في مقابلها بالكواليس تمارين وتحضيرات وسهر ليالي، بيخلص نشاط بنبلش تحضير دائما نحن مسبقين المواسم. يعني مثلا باخر ايلول بلشنا تحضير لعيد الميلاد، بيخلص عيد الميلاد بنكون بعدنا يعني ما فكينا الشجره بنبلش للنشاط الثاني. هيك بنضل يعني بهالدوام الحلوه نشكر الله عليها. كمان نحن هلا قادمين على بعض نشاطات الاستقلال، عندنا عيد الميلاد والحمد لله عيد الميلاد عامر السنه مع الجوقه، عندنا اكثر من 10 ريسيتالات بدها تتقدم بزحله وبالمناطق كافه. وكله بده تحضير وكله بده وقت، الحمد لله الشباب والصبايا كلنا جروب واحد وكله ملتزم وكله متفهم للبعض، كلنا لبعضنا يعني متفاهمين. وصلنا فتره يعني اكثريه الاعضاء صار لهم فتره مع بعضهم، صرنا بنشكر عائلة. انا شفت انه عندكم سفر كمان، رحتوا برات البلد. صحيح، رحنا على باريس سفرة يعني سفرناها بين بعضنا. لم الشمل. لم الشمل يعني، لا هو الشمل يعني اصلا مش متفرقين لحتى. لا مش متفرقين، بس هالسفرة يعني صارت اكثر وطدت جو الالفة اكثر يعني اللي هو موجود. بس انه بتعرفي لما بتسافري جمعة، يعني احنا هون بنعمل مشروع يومين منغيب عن زحلة بقلب البلد. هلأ رحنا جمعة، سافرنا جمعة كتير، كانت سفرة حلوة وتممنيها بريسيتال بكنيسة سان جوليان لبوفر بقلب باريس. حلو. طبعا الشخصية ما زالت عم تتوافد إلى وزارة الدفاع بيرزي، دولة الرئيس سعد الحريري عم بيوصل بهذا الأثناء. فعلا هلأ وصل لكن دولة الرئيس سعد الحريري الى اليرزي للمشاركه في الاحتفال. بعتقد هلا كمان الشخصيات رح تبلش تتوافد تباعا، اكيد مراسيم البروتوكوليه، فرقه الجيش للموسيقى عم تعزف اناشيد ترحيبا بوصول دوله الرئيس سعد الحريري. اكيد رح يلقي التحيه على وزير الدفاع، على قائد الجيش، على الضباط الكبار في وزارة الدفاع. احنا اكيد هيك نتأمل تشكيل الحكومة. هذه دعوة صادقة فعلا الى لإنهاء ملف الحكومة بأسرع وقت ممكن ليتحرك البلد يعني من كل النواحي. وجود الحكومة بتريح المواطنين وبتريح الكل وبتنعش الوضع الاقتصادي. طبعا. هل هو المتوقع بعد الاستقلال؟ إن شاء الله تكون الأمور تتحلحل. إن شاء الله تتسيسر. هلا عم يوصل إلى المنصة الرسمية دولة الرئيس سعد الحريري، طبعا عم يلقي التحية. يعني اكيد هذا
هذا الاحتفال هو رمزي، بيكون بيسبق عيد الاستقلال بكره اللي عاده بيصير بوسط بيروت طبعا، وبيصير في استعراض لكل الالويه بكافه اكيد الاجهزه الامنيه، ان كان جيش قوام داخلي ام دوله ام عام. وايضا كمان بيطلع هذا الاحتفال لقاء بالقصر الجمهوري لتهنئه فخامه الرئيس بحلول الذكرى ال 75. صحيح 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 طبعا. اكيد نحن بانتظار دوله الرئيس نبي بري وفخامه الرئيس. يعني هيك بنستكمل كمان حديثنا انا وياك، يعني عاده في عندكم مشاركه مع الجيش اللبناني كجوقة؟ بعد ولا مرة. نعم. بعد ولا مرة صارت، بالعكس يعني بنطمح وبنتشرف بانه يكون. صحيح. مع فرقة الجيش اللبناني يكون في عمل مشترك. ايه لازم نشوفكم كمان باليرزة وزارة الدفاع هيك. ان شاء الله ان شاء الله. ومشاركة لا فعلا لهذه المناسبة، يعني نظمت سلسلة نشاطات في الذكرى ال 75 للاستقلال، منها الطابع البريدي، وايضا كان في نشاطات تانية، احتفالات ان كان ماراثون للجيش، او يمكن بصير في تصوير فيديو كليبات خلال هذه الفترة وبس. يعني كان في تركيز على هالمناسبة، سنة يوبيلية 75 بوصول كمان دولة الرئيس نبي بري هلا، يعني كمان راح يصير في مراسيم الاستقبال. يسمونا نشيد تعظيم. طبعا وصل دولة الرئيس نبي بري والقى التحيه للموجودين على المنصه. فعلا نحن بانتظار هلا فخامه الرئيس. صحيح. العماد ميشيل عون للوصول، وبلش كمان هيك مجريات الاحتفال بوضع اكاليل زهر، والمفروض كمان يكون في كلمه بهذه المناسبه، توجيه تحية إلى شهداء الجيش، إلى عوائل الشهداء بهذه المناسبة. طبعا لنا سنة على معركة فجر الجرود، وكمان أقيم نصب تذكاري لفجر الجرود السنة الماضية بهذا الوقت، كمان كان في الاحتفال عيد الاستقلال الماضي. صحيح صحيح. طبعا نحن بالانتظار يعني فخامة الرئيس. فادي هيك بس نعيش هذه الاجواء يعني، ونتذكر جمعه الماضي بالتمرينات كيف صارت حجقه السير. فعلا كيف كانت ردود الفعل؟ هلا قولي نحن بزحلي يعني بس منتابع. يعني ما بعرف ليش بيكون، يعني شو المسببات لهال. هلا في ناس بتقول انه معلش الجيش انه عم بيضحي ويعطي، ما استكترتوا عليه ساعتين ثلاثه يعني من العجقه. يعني بكل شغله بتصير بيكون في بور ايكونتر مع وضد، فيمكن كان لازم تتنظم اكثر، وكمان من الجهه الثانيه كمان. نعم نعم. بس ما هن العالم يعني اساسا دائما عايشين بدوامه عجقه السير، ويمكن لقوا قدامهم عجقه سير كثير كبيره، بس لا اكيد الجيش اللبناني. نعم. نعم طبعا نحن بدنا نرجع ندعي المشاهدين انه يكونوا كتار لحديث ما فعلا يشاركونا باحتفالات نهار الجمعه والسبت على الساعه 4:30 بالكليه الشرقيه نهار الجمعه جوقه مارليس المخلصيه. نعم صحيح.
الجمعة 4:30 بالكلية الشرقية، والسبت الساعة 6 بالكلية الشرقية. وأهلا وسهلا بالجميع، وبينعاد على الجميع. طبعا تكونوا كتار، نحن بانتظار فخامة الرئيس. من بعد احتفال اليرزي رح نشوف هيك بركي جوقة مارلياس عم بتغني لحتى الناس تتعرف أكثر كمان. وإنما هلا بدي طبعا أشكرك لحضورك معنا، وبتمنى لكم كل التوفيق فعلا، ونحن بنعيدكم بعيد الاستقلال 75. نحن بنعيد كل المشاهدين، وبنعيد كمان بكلمة ختامية، وبنعيد التيلي لوميير كمان، تيلي لوميير نورسات دائما حد الجوقة، بنشكرهم، بنشكر دعمهم دائما وتغطيتهم لكل نشاطاتنا. بنتشكر استضافتك، وبنتشكر كل المشاهدين يلي حضرونا. طبعا كمان بدوري استاذ فادي بنتشكرك، وانا برجع بكرر دعوتي انه كونوا كتار نهار الجمعه لحتى تغنوا مع جوقه مارلياس المخلصيه والفرقه الهارمونيه التابعه لقوى الامن الداخلي باحتفال استقلال 75. هذا الاحتفال المميز مع كمان سوليست بالجوقة اللي هن مميزين، موجه لهم تحية فردا فردا لحن هيدا. وأكيد هذا الاحتفال اللي هو برعاية دولة الرئيس إلي الفرزلي ومشاركة بلدية زحلة معلقة تعنيل ومن تنظيم مجلس قضاء زحلة الثقافي، هذا ب 23. نحن كمان بنوجه تحية لكل مجلس قضاء زحلة الثقافي وللرئيس مارون مخول، وأيضا كمان نوجه تحية لمجلس بلدية زحلة معلقة تعنيل اللي كمان دائما حد الجوقة، والمهندس أسعد صغير.